الاكل النهارده هيكون ايراني وهناكل حاجه اسمها جوجا. يلا نشوف. يلا بينا. الحاجه مشهوره في ايران جوجا او اكبر جوجا، ودي تعتبر الوجبه الكامله. بتيجي زي ما انتم شايفين كده فيها الكفته دي، ودي كفته دجاج والرز والقرص اللي هو جوجا معمول بالزعفران، وكمان الدجاج معمول بالزعفران، وبعد كده بيدخل مرحلة السمنة الزبدة، بيجي معاه الجرجير والبصل. أما بالنسبة اللي بينزل معاه دبس رمان مع المكسرات، دبس رمان برضو بيدخل مع الزيتون والتومة المحمصة الحلوة دي. هما دول السلطات اللي مع الأكلة دي، مفيش أي مرق. طبعا انا تعتبر دي المره الثانيه اللي اكل فيها الجوجا. اول مره اكلتها ما كانش فيه الشغل الكتير ده. المره دي قلت له انا عايز الوجبه كامله عشان اعرف مستوى الاكل اللي هو الايراني المشهور اكتر. طلعت هي جوجا. اول حاجه طبعا ما فيش صلصه، هي دي تعتبر الصلصه، دبس رمان بالمكسرات. هجرب اول حاجه حادقة شوية دي بالزيتون، دي حلوة. ممكن نعمل كده. اما ده التوم زي ما انتم شايفين، هنعمل واحدة كده. الثوم النهارده مفيش ايديا بقى، النهارده هنجرب كده. ريحه الزعفران حلوه قوي، هي اكتر حاجه باينه في الاكل. الاكله مختلفه تماما عن اكلات كتير اكلتها تماما. طعم الرز، نوعيه السلطات اللي بتنزل لي او نوعيه المرقه اللي بينزل لي بيتاكل مع الرز مختلف تماما. يعني في ناس ممكن ما تقدرش تكمل الاكله عشان الدبس الرمان يكون تقيل عليهم شويه، في ناس تحب بس تقرب بالمكان ده، فانا قلت لازم انزل كله بصراحه. دي الكفته، الكفته دي كفته دجاج تعمل بطريقه معينه مشويه. التتبيله بتاعتها غريبه بصراحه، شايفين؟ ودي معموله مع الزعفران زي ما انتم شايفين، شايفين لونها عامل ازاي. وهنا القرص، ده رز وبرده مطبوخ مع الزعفران، بيجي شكله كده. انا اخر مره اكلت اول حاجه اكلت دي، هو المفروض ان انا اكل تحت وبعد كده اختم بدي، عشان كده احنا هنختم بدي النهارده وهنجربها برده مع بعض. وطبعا زي ما انتم شايفين الجرجير والبصل والليمون لزوم الطبق. هنعمل كده، طبعا هي لو مع صلصة كانت اختلفت نهائي، كان الرز ده زمانه خلص، بس لازم نكتشف اكلات جديدة. التركيبة دي كلها بقى دي تركيبة ايراني، طعمها حلو، اول مرة اجربها بالشكل ده. اول مرة جربتها ما كانش فيه كل الحاجات دي زي كده، الوضع مختلف. خلينا نجرب الدجاج. شايفين دجاج؟ طعم الزعفران طلع فيها جدا.
وانا احب الزعفران مع الاكلات اللي هي تعتبر مش مصرية وعربية حلوة كمان زي كده. فالنهاردة انا مبسوط، اكل مختلف تماما. اكبر جوجا هي اكلة موجودة هنا في مطعم اكبر جوجا، برضو موجود في الكويت. سعر الوجبة دي كلها 5 دنانير، بتنزلك بالحجم ده. طبعا عايزين تقللهم، تشيلوا بقى الكفتة، تشيلوا الدجاج براحتكم، في ارقام اقل. انا طلبتها النهارده كاملة عشان اكلها كاملة وكلنا نشوفها، من الاكتر اكلات شهرة في ايران.